تقرير وبعد نبدأ موضوعنا. تفضل. موضوع الهيئات الدستورية في كل مرة يطرح جدل وتحوم حوله عديد الاستفهامات والمشاكل، بما أنه معظمها ما زالت ما انطلقتش أشغالها فعلياً وقعدت غارقة في التجاذبات والمشاكل ومصيرها ما زال ضبابي، رغم اللي هي هيئات قانونية. والباب السادس من الدستور جاء على عديد النقاط اللي ضبطت كل أدوارها ومهامها، لكنه تجاهل نقطة واحدة وهامة وهي الأجال المعدة لإرسائها. وللإشارة في أنه الهيئات الموجودة في الدستور هي كل من هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري مع هيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، اللي جلها إما تعاني من النقد الخارجي أو من الغليان والانقسام الداخلي حول أسماء المنتخبين في صلبها وفي خضم اللي صاير الكل والمحاولات للخروج من الأزمة، إلا أن المهام اللي توضعت من أجلها ما زالت معطلة على غرار إدارة الشأن العام ومراقبة التجاوزات. فإلى متى باش تتواصل هذه المعضلة؟ وما هي الحلول المطلوبة؟